سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري مع هذه الانتقالة الثالثة، بينما يأتي دور الضيوف من الزاوية الأخرى وهذا التسلل الملحوظ ما شاء الله. هنالك التدخل القوي من قبل الحذرة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، عملية التضمير عند السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما هنالك الوصول من الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من أخبار ومفاجآت. هنالك شواهين المملوكة لهجن العاصفة، عملية المتابعة عند السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير من تحتل الآن المركز السادس، بينما يأتي دور المركز السابع هنالك عسيلة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هنالك كذلك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المتابع لهذا الاسم الكبير، بينما هنالك الصعبة ما شاء الله يا الصعبة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، سالم بن عامر المدهوشي هو من يتابع هذا الاسم، بينما هنالك الذيبة المملوكة لهجن العاصفة، عملية تضمير الذيبة عند السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما هنالك الوصول من قبل لمحة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذن عشرة أسماء عشرة شعارات ما شاء الله، ولكن بعد العشر هنالك 14 اسما يبحثن عن السيارة وعن الناموس. أعود مع المقدمة، أعود مع الشل من براقة ما شاء الله بدأت تتبارق مع أشعة الشمس وتنتقل من مركز إلى مركز، المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن تسلل هنالك ايضا لهجن العاصفه وحمد بن راشد بن غدير، ولكن السلامات والتهاني ما شاء الله للمره المره الثالثه ولهذا الانجاز ما شاء الله. هذه هي هجن الرياسه وهذا هو الخيلي وهذه ايضا هي شقره غادرت بالناموس. سلام رئاسي سلام على هذا الفوز المستحق. هذه لحظات الوصول متابعينا الاعزاء والتهنئه المبارك بن احمد بن مايد الخيلي المركز الثاني معيار لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث المسك لهجن الرياسة، وكذلك متابعة من مبارك الخيلي، وفي المركز الرابع هنالك الوصول من براقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وفي المركز الخامس يبدو أن عسيلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هكذا متابعينا مستمعينا الأعزاء الفوز والتحدي مع الشقرة صاحبة الناموس، والإعادة من مخرجنا المتميز دائما وأبدا وهجن الرياسة هي من حملت لنا هذا الشعار المتميز بالتهاني والسلامات. الشقرة لحظات التسلل ولحظات الوصول، التوقيت 7 دقائق 32 ثانية وثلاثة وجزئين من الثانية. التهنئة أيضا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثاني المركز الثاني معياه لهجن العاصفة والتهنئة لحمد بن راشد بن غدير، التوقيت 7 دقائق 35 و4 أجزاء، بينما صاحبة المركز الثالث فكانت المسك لهجن الرياسة، والتهنئة أيضا للسيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، التوقيت 7 دقائق 35 و6 أجزاء. تهنينا والناموس لكل الأخوة الفائزين.